الوطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. أهلا بكم في نشرة وطن الاقتصادية وفيها أهم أخبار الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. اليوم الاثنين 22 من شهر أيار للعام 2023. معكم في الأعداد والتقديم أنا رشا حسوني، والتحية للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة ومحمود معطان. تتابعون الآن على وطن أف أم على موجتنا العاملة على التردد 99.2 أف أم، وعبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية، وعبر البث المباشر على صفحة وطن على فيسبوك. نشرة وطن الاقتصادية تأتي برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، وبناء. ونبدأ بالعناوين. جلسة حوارية حول قانون الضمان الاجتماعي في محافظة طول كرم. وفي الورقة الثانية تراجع أسعار النفط عالمياً. وفي الثالثة الأخيرة الدولار يتعثر بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين. العناوين إلى التفاصيل. وفي تفاصيل ورقتنا الأولى، عقد معهد أبحاث الدراسات أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس الجلسة الحوارية الفنية ضمن الملتقى الحواري المجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين في مقر غرفة تجارة وصناعة وزراعة طول كرم. وشارك في هذه الجلسة محافظ طول كرم ووزير العمل ورئيس الغرفة التجارية ورئيس هيئة العمل التعاوني وأمين سر حركة فتح في طول كرم ومنسق فصائل العمل الوطني في المحافظة، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن المؤسسات وعن القطاعات الشريكة وعن النقابات في محافظة طول كرم. الجلسة نظمت بتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل، والقطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. وفي التفاصيل أيضا، أكد المحافظ محافظ طول كرم عصام بكر أكد أهمية عقد مثل هذه الجلسات الحوارية بين مكونات الإنتاج حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وثمن جهود القائمين على تنظيمها واستضافتها من معهد ماس، وأيضا دور مهم لوزارة العمل في هذا الحوار ولكافة المكونات والشركاء في القطاع الخاص. وفي تصريحات صحفية لوزير العمل الدكتور نصري أبو جيش، قال وأشار إلى أن الحوار والجلسات الحوارية واللقاءات مهمة لعرض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، ولفت أيضا إلى أهمية مثل هذا القانون نظرا لحاجة القوى العاملة للحماية الاجتماعية، وأوضح أن هذه الجلسة في طول كرم هي ضمن
12 جلسة للنقاش والحوار المجتمعي حول مسودة القانون والتعديلات التي تضمنتها وأهمية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين وللعاملات في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي أيضا الداخل المحتل. الضمان الاجتماعي متابعينا الكرام هو يعني يتمتع بأهمية كبيرة جدا في تقديم وسائل حماية مهمة لجميع أفراد المجتمع، من جهة العاملين والعاملات ومن جهة أخرى عائلاتهم، عائلات المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي وخاصة الأسر التي تفقد معيلها. أخيرا أشير متابعينا الكرام في هذه الورقة بأنه في لقاءات سابقة لنشرة وطن الاقتصادية مع مختصين ومع ناشطين في قضايا وفي شؤون المجتمع المدني، يعني تطرقنا للحديث بخصوص قانون الضمان الاجتماعي من الأشياء المهمة ومن النقاط المهمة التي تجدر الإشارة إليها اليوم إلى أنه 70% من العاملين والعاملات في فلسطين لا توجد لديهم أي حماية اجتماعية. ننتقل مباشرة إلى ورقتنا الثانية وفيها تراجع أسعار النفط عالمياً. في التفاصيل متابعينا الكرام، تراجعت أسعار النفط عالمياً وسط مخاوف بشأن وفرة المعروض، وذلك بعد ارتفاعها بنحو 3% خلال الجلسة السابقة. تفاصيل أيضا نشير إلى أن العقود الأجلة لخام برنت هبطت بمقدار 25 سنت إلى 76 دولار و71 سنت للبرميل الواحد. أيضا انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 26 سنت إلى 72 دولار و67 سنت للبرميل الواحد. هي انخفاضات إذن أو يعني قراءات انخفاض بسيطة طفيفة، ولكن يعني سجلت انخفاضا كلا الخامين سواء غرب تكساس الوسيط أو برنت سجلوا انخفاض مع نهاية الأسبوع الماضي. يتعلق بأسعار النفط بشكل عام، تتعرض أسعار النفط لضغوط من بينها القفزة غير المتوقعة التي شهدتها مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بسبب سحب جديد من الاحتياط البترولي الاستراتيجي. المخاوف أيضا ازدادت أيضا المخزونات 5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي من 12 أيار الجاري إلى 467 مليون و600 ألف برميل، مقابل توقعات بتراجع بواقع 900 ألف برميل في استطلاع نشرته رويترز الأمريكية. بشكل عام أيضا يراقب المستثمرون عن كثب، وبطبعا الكثير من الحذر التطورات المتعلقة بمفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين كان هنالك تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس أيضا مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي
أفاد فيها عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31 تريليون و 400 مليون دولار، وتجنب تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها لما سيكون له من تداعيات كارثية على الاقتصاد الأمريكي وأيضا الاقتصاد العالمي بشكل عام. إلى ورقتنا الثالثة، وفيها الدولار يتعثر بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين. في التفاصيل، واصل الدولار تراجعه مقابل الين الياباني واليورو الأوروبي اليوم بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي وعقب تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي أشار فيها إلى أنه يفضل إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة. الدولار هبط بنسبة تقدر ب 0.15% في بداية تعاملات الأسبوع بعد أن قطع نهاية الأسبوع الماضي سلسلة مكاسب استمرت لستة أيام تقريبا، متراجعا من أعلى مستوى له في غضون ستة أشهر أو الأشهر الستة الأخيرة. فيما يتعلق طبعا هذا هبوط الدولار أمام هذا هبوط الدولار أمام الين، فيما يتعلق باليورو صعد اليورو ب 0.14% مواصلا الارتفاع الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي من أدنى مستوى له في 7 أسابيع. الآن متابعينا الكرام، يترقب المستثمرون اجتماعا مهما سيجمع كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لبحث رفع سقف الدين. توقفت المفاوضات بين الجانبين يوم الجمعة مع انسحاب الجمهوريين من الاجتماع، وعلى الرغم من أن المحادثات استؤنفت وتم استئنافها في نهاية المطاف، لم يذكر أي من الجانبين إحراز أي تقدم، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار. مؤشر الدولار شهد، وهو الذي يقيس طبعا أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، شهد تغيرا طفيفا، وصل إلى 103.07 نقطة ويحوم حول أعلى مستوى عند 103.63 نقطة، وبلغه طبعا الأسبوع الماضي، وهذا المستوى سجله آخر مرة في 20 آذار الماضي. من ناحية أخرى، ارتفع الجنيه الاسترليني ب 0.14% إلى $1.24 تقريبا، مواصلا انتعاشه من أدنى مستوى له في 3 أسابيع وسجله طبعا الأسبوع الماضي. فيما يتعلق بالدولار الاسترليني، لم يطرأ أي تغير يذكر على الدولار الاسترليني، بقي عند 0.66. الدولار النيوزيلندي ارتفع ب 0.16%، وصل إلى 0.62. فيما يتعلق باليوان الصيني، هبط إلى 7 يوان مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، عائدا نحو أدنى مستوى له في 6 أشهر وبلغه يوم الجمعة الماضي.
نتوقف الآن متابعينا الكرام عند أسعار صرف العملات كما جاءت عن بنك فلسطين. نبدأ بالدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، سعر الشراء جاء ب 3.64 شيكل، سعر البيع جاء ب 3.65 شيكل. ثم إلى الدينار الأردني، سعر الشراء جاء ب 5.13 شيكل، سعر البيع جاء ب 5.15 شيكل. إلى اليورو الأوروبي مقابل الشيكل، سعر الشراء جاء ب 3.94 شيكل، سعر البيع جاء ب 3.95 شيكل. أخيرا إلى الجنيه المصري، سعر الشراء كما سعر البيع جاء قريبين إلى 12 قرش. قبل الختام متابعينا الكرام، عودة وتذكير بعناوين نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار، وفيها جلسة حوارية حول قانون الضمان الاجتماعي في طول كرم. وفي الورقة الثانية، تراجع أسعار النفط عالميا. في الثالثة الأخيرة، الدولار يتعثر بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين. إلى هنا انتهت حلقتنا من نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار، أشكركم متابعينا الكرام على حسن المتابعة. لكم تحياتي، أنا في الإعداد والتقديم رشا حسوني، وشكرا للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغا ومحمود معطى. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس، الساعة 4 حتى 4:30، على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء.